كيف تؤثر أفكارك على صحتك البدنية والنفسية؟ بدأ علماء الفيزياء والأحياء والأطباء الآن في تسليط الضوء على تأثير أفكارنا وعواطفنا على صحتنا البدنية والنفسية. وجدت الأبحاث التي أجراها معهد هارت ماث أنه عند تجربة مشاعر الحب والفرح والامتنان كان لدى المرضى تحسن كبير جداً يمكن قياسه على صحتهم، وقد وجد أن نظامهم المناعي لديه 300 ألف ضعف كمية المقاومة مقارنة بالمرضى الآخرين. توصل الأطباء إلى أن العديد من الأمراض التي نعاني منها تنبع من التوتر. يبدأ التوتر من طريقة فكرنا، وإذا ترك دون حل فإنه قد يؤثر سلبياً على الجسم. فكيف تؤثر أفكارنا في الواقع على أجسادنا وصحتنا؟ الأفكار، كل شيء في الكون يبدأ بفكرة. الأفكار هي أصل كل شيء. المشاعر، كل فكرة لدينا تولد مشاعر نشعر بها. الطاقة، تؤثر هذه المشاعر على نظام طاقتنا مثل الهالة أو الشاكرات لدينا. جسدياً، ترتبط الهالات والشاكرات لدينا بالغدد الصماء في الجسد والمسؤولة عن إطلاق وتنظيم الهرمونات في الجسم، ونتيجة لذلك من خلال السلسلة التي تربط أفكارنا وعواطفنا وطاقاتنا وجسدنا تؤثر أفكارنا بالفعل على أجسادنا. عندما تشعر بالسعادة تشعر بصحة وحيوية، ويطلق جسمنا هرمونات السعادة مثل السيروتونين والإندورفين والأوكسيتوسين. عندما تشعر بالقلق أو التوتر تنخفض مناعتنا وتبدأ مشاكل صحية في أجسادنا. إن اعتماد منهج الاتصال بين العقل والجسم من خلال علاج وتصليح أفكارك سيؤثر بشكل إيجابي على جسمك وصحتك ونفسيتك. كن سعيداً وانعم بصحة جيدة.